أسماء كبيرة خلت بصمتها راسخة في التاريخ الإنساني، بعضها نعرفوها وقرينا عليها مع اختلاف بيئتها وانتمائها وفضائها الزماني والمكاني، والكثير منها نجهلوها كما فاطمة الفهرية وزينب النفزوية ومريم الأسطرلابي، مثل أقطاب وأعلام التصوف والحكمة وعلم الكلام، ابن العريف وابن باجة وابن قاسي وابن برجان وابن عربي. شخصيات كانت همزة وصل وجسر ممتد بين العالم الإسلامي الفارسي والأمازيغي والتركي والعربي، والعالم المسيحي بالقسمين نتاعو الشرقي والغربي، من بلاد فارس بلاد الأندلس ومن المحيط الأطلسي للمحيط الهندي. شخصيات كما ابن سينا وابن رشد وابن البيطار وابن الهيثم والخوارزمي والفارابي وابن الراوندي والكندي، منها اللي هو مسلم مخضرم كما ابن رشد الحفيد المعروف بأفيرواس، ومنها اللي هو مسيحي كما حنين بن إسحاق، ولا يهودي كما موسى بن ميمون المعروف بميمانيدس، اللي كان متأثر بالحضارة الإسلامية تأثر كبير لدرجة تقليد علمائها في طريقة التفكير والتأليف وحتى في اللباس. هذه راح تكون رحلتنا الأولى مع شخصيات وعلماء المسلمين واللي تأثر بيهم وسلك مسلكهم بغض النظر عن الجنس والموطن والدين. وفي المرحلة الثانية من رحلتنا راح نحكوا على العلماء الغربيين ولا اللي يتحسبوا على الغرب من غير المسلمين في كل المجالات، من الآداب والفنون حتى للعلوم الدقيقة والقانون. حكماء اليونان وأدباء الأنوار ومكتشفين ومخترعين كما ماري كوري ولوي باستور وتوماس أديسون وفلاديمير فولسون ووايت كام جادسون وتشستر كارلسون. ونخليكم تجاوبوا في التعليقات باش تتفاعلوا معنا وتبحثوا على الشخصية كيف ما تكون. في بداية كل حلقة تجي بعدها راح نعطيكم اسمه ونقول لكم عليه شكون. إلى اللقاء. محمد فاروق طولبية.